احنا بننفذ النهاردة القافلة الطبية في قرية العبابدة التابعة لمركز دراو، بننفذ القافلة الطبية على مدار يومين. فكرة القوافل الطبية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بيتوجه للقرية المستهدفة بعد عمل بحث اجتماعي أو عمل دراسة ميدانية للمنطقة القرية اللي احنا ننفذ فيها القافلة. بنتوجه للقافلة بنتوجه للقرية بالقافلة الطبية. زي ما قلنا لحضراتكم هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بيضم 10 تخصصات طبية مختلفة، بيضم معمل الطفيليات، معمل الدم، بيضم خدمة الأشعة العادية، خدمة الأشعة التلفزيونية، صيدلية فيها أكثر من 130 صنف بالمجان. الكشف والعلاج بيبقى في القافلة بالمجان. بنشكر سيادة الرئيس على القافلة الطبية. أنا جاي تكشف ما في مجاني كشف وبناخد علاج ومعي أطفالي. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته واهتمام بالقرى وبالصعيد عامة، ونشكر بتقديم القافلة الطبية. وسيادتكم شايفين على الزحمة اللي ورانا هنا، والناس جايين من الساعة 8 صباحا وعلى أعلى مستوى على خدمات.